عارف انا بعزك قد ايه يا جابر، وبعتبرك زي اخويا واكتر. وانا كمان لا بحبك ولا بعزك. بلاش يا فايزه الوش الناعم اللي انت داخله عليا بيه ده، مش لايق لك. هات ابو اخر وقولي عايزه ايه. ماشي، المهله اللي اديتها لنا فاطمه عشان تقسيم الورث قربت تنتهي؟ يعني كلها كام يوم وتجمعنا وكل واحد ياخد حقه. وانا مال اهلي بالورث؟ لا حكايتي ولا ليا فيها. لا ليك فيه. اسمع يا جابر، انا عايزه ابتدي معاك صفحه جديده وننسى اللي فات وتحط ايدك في ايدي. ايه المناسبه؟ ومن امتى الكلام ده؟ من النهارده يا جابر. انا عايزاك جنبي في الشركه تشيلها معايا زي ما كنت شايلها مع الاصل الله يرحمه. فاطمه من ساعه ما مسكت الشركه زحتك، مع انك كنت دراع ابويا اليمين وعارف كل صغيره وكبيره عن تجارته. بس فاطمه معرفتش قيمتك. انا بقى عارفاها كويس واقدر احطك في المكان اللي يناسبك. هو انا بونبونيره؟ انا مكاني جنب مراتي مش جنبك يا فايزه. انت هتفضل مسلم لها رقبتك لحد امتى؟ لحد ما تسن السكينه وتذبحك بيها؟ فكر كويس يا جابر، اللي جاي ليا انا واخواتي مش لفاطمه. وما اخد الورث انا همسك الشركه وامسك تجاره ابويا. يبقى اسم الاصل ضاع وراح في داهيه لو انت اللي دورتيها. وبعدين ما تسبقيش الزمن، محدش عارف بكره ممكن يحصل ايه. انا اقول لك هيحصل ايه. بعد ما امسك الشركه وادرها وفاطمه تخسر، انت هتيجي لحد عندي وتقول لي انا اسف، حقك عليا، انا كنت غلطان وعايز اشتغل معاكي. ساعتها بقى اقول لك ما كانش يتعز. فكر يا جابر، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. بتضحك على ايه؟ لا مفيش، اصل ساعات كده الواحد بيبقى مطمن على الدنيا وحاطط ايده في جيبه ومترستق، ما بيبقاش عامل حساب ان الدنيا ممكن تديله على قفاه. ده اخر كلام عندك؟ ومفيش كلام بعد منه. سلامة فايزته. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.